عقیدے کی کتابیں نمبر ایک، کتاب السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وفات سن 241 ہجری. نمبر دو، کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام حنبل کے بیٹے، وفات سن 290 ہجری. نمبر تین، کتاب السنہ امام ابو بکر احمد بن یزید الخلال، وفات سن 211 ہجری. نمبر چار، کتاب السنہ امام حافظ ابو بکر بن ابی عاصم، وفات سن 287 ہجری میں. نمبر پانچ، کتاب السنہ امام محمد بن نصر المروزی کے نام سے مشہور، لیکن جو صحیح ہے المروزی ہے، اکثر لوگ مروزی کے نام سے مشہور ہیں، صحیح لفظ مروزی ہے، وفات سن 294 ہجری. کتاب السنہ کا مطلب صرف حدیث نہیں ہے، کتاب السنہ میں سارے کے سارے عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کتابیں موجود جا کے دیکھ لیں. نمبر چھ، شرح السنہ امام حسن بن علی البربہاری، وفات سن 329 ہجری. شرح السنہ. نمبر سات، شرح السنہ امام الحسین بن مسعود البغوی، وفات سن 436 ہجری. نمبر آٹھ، کتاب الشریعہ الامام ابو بکر محمد بن حسین الاجری، وفات سن 360 ہجری. کتاب اصل السنہ واعتقاد الدین امام ابو حاتم الرازی، وفات سن 327 ہجری. صحیح السنہ الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، وفات سن 310 ہجری. شرح نمبر گیارہ، شرح مذاہب اہل السنہ ومعرفہ شرائع الدین والتمسک بالسنن امام ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاہین، وفات سن 279 ہجری. نمبر بارہ، اصول السنہ الامام ابن ابی زمین الاندلسی، وفات سن 399 ہجری. نمبر تیرہ، کتاب النزول کتاب الصفات. نمبر چودہ، کتاب الرؤیہ. نمبر پندرہ، الامام الحافظ علی بن عمر الدارقطنی، ان تین کتاب الدارقطنی کی ہیں، وفات سن 385 ہجری. نمبر سولہ، کتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، وفات سن 311 ہجری. نمبر سولہ، نمبر سترہ، کتاب کا نام مقدمة ابن ابی زید القیروانی فی العقیدہ امام عبداللہ بن ابی زید القیروانی، وفات سن 386 ہجری. نمبر سترہ، الابانة عن شریعة الفرق الناجی ومجاربة الفرق المذمومة الامام ابو عبداللہ بن بطل ابو کری الحنبلی، وفات سن 387 ہجری. نمبر اٹھارہ، اعتقاد ائمة الحدیث الامام ابو بکر الاسماعیلی، اور کتاب کا نام ہے اعتقاد ائمة الحدیث، دوسرا نام اصحاب الحدیث، یہ دونوں نام موجود ہیں. امام ابو بکر الاسماعیلی کی وفات سن 371 ہجری. نمبر 19، 20 اور 21، الابانة عن اصول الدیانة رسالة الى اہل الثغر اور مقالات الاسلامیین، یہ تینوں کتابیں امام ابو حسن اشعری کے، وفات سن 320 ہجری. نمبر 21، عقیدة السلف اصحاب الحديث امام ابو عثمان بن اسماعیل بن عبد الرحمن الصابوني، کتاب کا نام عقیدة السلف اصحاب الحديث، ان حدیثوں کا عقیدہ ہے، ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی. نمبر 22، المختار في اصول السنه الامام ابو علي الحسن بن احمد بن البنا الحنبلي البغدادي، سن 471 هجري. نمبر 23، كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه پھر اهل السنه والجماعه کے نام آگیا کتاب میں، الامام ابو القاسم هبه الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، وفات سن 418 هجري. نمبر 24، كتاب الاربعين في دلائل التوحيد ابو اسماعيل الهروي، سن 481 هجري. كتاب العظمه ابو شيخ الاصفهاني، سن 369 هجري. نمبر 26، الاعتقاد والهداية ابو بكر احمد بن حسين البيهقي، سن 458 هجري. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة اهل السنة امام ابو قاسم بن محمد التيمي الاصفهاني، وفات سن 535 هجري. نمبر 28، العقيدة الطحاوية الامام احمد بن محمد بن سلامة ابو جعفر الطحاوي الازدي الحنفي، وفات سن 321 هجري. نمبر 29، لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد الامام موفق الدين ابو محمد عبد الله بن قدام المقدسي، سن 620 هجري. النصيحة في صفات الرب جل وعلا الامام ابو محمد عبد الله بن يوسف الجويني، سن 436 هجري. كتاب التوحيد الامام ابو عبد الله محمد اسماعيل البخاري، وفات سن 256 هجري. امام بخاري كتاب هي. 32، كتاب التوحيد معرفة اسماء الله وصفاته الامام محمد اسحاق بن منده، سن 95 هجري. كتاب الايمان، کتاب الامام کے نام، کتاب الامام کے نام سے 1، 2، 3، 4، 5 کتابیں ہیں. امام ابو عبید اللہ بن سلام، سن 224 ہجری. کتاب الامام الحافظ محمد بن یحیٰ بن عمر العدنی، 243 ہجری. کتاب الامام الحافظ ابو بکر محمد بن ابی شیبہ، 235 ہجری. کتاب الامام الحافظ محمد بن اسحاق بن مندہ، 395 ہجری. نمبر 38، شعب الامام الحافظ ابو عبد الله الحلمي البخاري،
403 هجري وفاة. مسائل الإمام القاضي أبو يعلى 458. الرد على الجهمية الإمام حافظ بن منذر 359 هجري. نمبر 40 الرد على الجهمية الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 280 هجري. الرد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد بن حنبل 241 هجري. الرد على من أنكر الحرف والصوت الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعد السجزي 444 هجري. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 276 هجري. نمبر 40 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري 256 هجري. مسألة العلو والنزول في الحديث الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني سنة 506 هجري. نمبر 40 العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها. نمبر 40 40 في صفات رب العالمين الإمام الذهبي سنة 643 هجري. كتاب العرش وما روي فيه الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة سنة 296 هجري. إثبات صفة العلو الإمام فقدين بن قدام المقدسي سنة 620 هجري. نمبر 50 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي سنة 1032 هجري. كتاب الأسماء والصفات، كتاب البعث والنشور، كتاب إثبات عذاب القبر الإمام البيهقي سنة 458 هجري. يتين كتابين. نمبر 53 التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة الإمام أبو بكر الآجري 360 هجري. الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد الإمام علاء الدين بن عطار 624 هجري. العلم والأثر في عقائد أهل الأثر الإمام عبد الباقي المواهي الحنبلي إيكازار إكتر. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر الدين الخالص دون كتابه إمام محمد صديق خان القنوجي 360 هجري. لوامع الأنوار والبهية وسواطع الأسرة الأثرية ولوائح الأنوار السنية ولواقع الأفكار السنية شرح قزت بن أبي داود الحائية العلام محمد بن أحمد السفاريني سنة 1188 هجري. نمبر 10 تجريد التوحيد المفيد الإمام علي أحمد بن علي المقريزي 1188 هجري. والإمام ابن تيمية إنكي تقريبا من هذه السنة النبوية درت تعرض العقل والنقل. نمبر 3 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد. نمبر 4 اقتضاء الصلاة المستقيم وخالف أصحاب الجحيم. نمبر 5 الصال المسؤول على شاتم الرسول. نمبر 6 كتاب الإيمان. نمبر 7 الرسالة التدمورية. نمبر 8 قاعدة في التوسل والوسيلة. نمبر 8 العقيدة الحموية الرد على المنطقيين. نمبر 9 العقيدة الواسطية. نمبر 10 العقيدة الحموية. نمبر 11 الرسالة التسعينية. نمبر 12 بيان تلبيس الجهمية. نمبر 13 النبوات. نمبر 14 شرح العقيدة الأصفهانية. نمبر 15 شرح حديث النزول أبي التوتل هو 72 إمام. مجموع فتاوى ألقه مجموع فتاوى من عقيدة بغسر مسائله في الإمام ابن القيم إنكي الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية القصيدة اللونية شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعطيل. نمبر 77 طريق الهجرتين وباب السعادتين.